وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وبالتحديد نمو وتنويع الاقتصاد في قطر يقوم مركز بداية وشبكة صلة بالتركيز على اختيار وتطوير المشاريع التي تكون مبنية على اقتصاد المعرفة لكي تتميز بالتنوع والتنافس العالمي لكي لا تقوم فقط بالنجاح في قطر ولكن بالنجاح في جميع انواع العالم وبهذا تكون اسسنا رواد الاعمال الذين لديهم الافكار المتميزة وربطناهم بالمستثمرين الذين يطعمون ويطمحون برؤيه هذه الافكار تتنوع وتتميز في بقاع العالم